بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين المخبتين المنيبين، ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على الرسول الهادي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله تعالى أن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يخفف عنا ما أهم بنا وما ألم بأمتنا. حديثنا معكم في هذه الأثناء إن شاء الله تعالى في موضوع التكافل والتآخي، باستضافة فضيلة شيخنا الشيخ عمار بدوي مفتي محافظتنا الكريمة، لنتكلم عن سلوك التكافل وفقه التكافل وأبجديات التكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي، وكيف أننا في هذه الجائحة وفي هذا الوباء لا نجد علاجاً مجتمعياً ومالياً إلا بهذه الاستراتيجية والسياسة النبوية التي هي أول ما افتتح بها النبي حكمه في المجتمع الإسلامي في المدينة النبوية. ففضيلة شيخنا حياكم الله، بارك الله فيكم. ماذا تحب أن تحدث الناس في مثل هذه الجائحة ليأخذوا العبرة من السيرة النبوية ويقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالنيرات من الأعمال وبالأعمال الجليلة والقدوات العظيمة في مثل هذه الملمات التي تصيب المجتمع المسلم. والمسلمون بشكل عام هم أصحاب همة عالية، وكما قيل لكل فعل رد فعل، فإذا كان الفعل هناك جائحة تردد الفعل قائمة بالتضامن والتكافل بين المسلمين، وهذا شيء طبيعي ومجرب منذ النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى يومنا هذا. المسلمون فيهم بذرة الخير التي تتعاظم وتتحرك بغير ما يدركه العقل. يعني الناس الذين يوصفون بأنهم كادحين أو فقراء أو متوسطي الدخل تراهم يندفعون بشكل أعجوبة، وهذا الدافع نابع من الإيمان المستقر في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. وأيما أهل عرصة مات فيه امرؤ جائع فقد برئت منه ذمة الله. لذلك قال بعض الفقهاء على سبيل المثال، قال: إذا مات إنسان في حي من الجوع والفقر فعلى أهل الحي أن يدفعوا ديته. وهذا فيه دلالة على عظيم نظرة الفقهاء إلى المتغيرات في المجتمع الإسلامي. نحن بفضل الله عز وجل رغم الوضع الذي يعني يلامس الفقر أو قريب منه بشكل عام، إلا أن الخير موجود وأهل الخير موجودون، وتراهم يتدافعون دائما إلى فعل الخيرات والمبرات وتفريج الكربات. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا أمر ملموس، يعني إحنا ما بنجيب كلام نظري لكن بالفعل كلام عملي. ممكن الناس في بلد ما تحتاج إلى من يقال أن يدق الناقوس أو يحمل الراية بدل الناقوس، أن يحمل الراية ويندفعون خلفه ما دام هذا الشخص ثقة من الثقات المشهود لهم في منطقته التي يعيش فيها. ليس للجاه والمجد الشخصي بقدر ما هو خدمة للمسلمين، خدمة للمسلمين. ربنا عز وجل يبتلي وفي الوقت نفسه يفرج الكربة. الابتلاء ليس انتقاما وإنما هو لفحص هذه النوايا وهذه القلوب، كيف يكون موقفها حينما تبتلى
أن تكون شاكرة عاملة تظهر الخير كما هو الحال في معدن المسلمين المعدن الطيب، فدائما نرى الخير في وجه الشر يندفع حتى يمحو آثاره وتنتصر الإرادة على كل صعب من الصعاب وعلى كل ما يواجه الإنسان المسلم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم الفاضل، وهذا نداء الكتاب الكريم ونداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهج الذي انتهجه العلماء والأمراء والصالحون على مر التاريخ الإسلامي، أن يتداعوا كلهم إذا ألمت ملمة بالأمة أو جاحت جائحة عليهم. نسأل الله تعالى أن يبصر قلوبنا وأن ينور عقولنا، ونسأله تعالى أن يبارك لنا فيما رزقنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.